بسم الله وعلى بركة الله، نبدأ المحاضرة الرابعة على بركة الله في اقتصاديات تريز، أو إذا تغير المسمى يصير الاقتصاد الإبداع في الاقتصاد. آسف، بداية هذه المحاضرة فيه معادلة لجامعة يو اي اتش، تقول هذه المعادلة ويسمونها معادلة الإبداع: المفهوم النظري زائد الابتكار التقني زائد الاستثمار التجاري يعطيني الإبداع. هنا هذه الجامعة، جامعة يو اي اتش، ربطت الإبداع بالاقتصاد وجعلت أنه إذا كونت مفهوم نظري وسويت معه فكرة استثمرتها تجاريا فأنت وصلت إلى قمة الإبداع. خلق فكرة، تحويل الفكرة لمنتج، توظيف العلم والمعرفة والمهارات والموارد. تريز، اقتصاديات تريز، اقتصاديات تريز. وفي بداية البرنامج التدريبي سألوني كثير ليش اقتصاديات تريز، حتى المنصة، منصة رواق، المسؤولين عليها كانوا يقولون حاول تغير كلمة تريز، فكنت لا أقول إنه لسه قدام إن شاء الله عز وجل راح يتضح معنى كلمة تريز. هي في معناها نظرية الحلول الإبداعية للمشكلات، ولو دخلت جوجل أو دخلت أي مكان وكتبت تريز بالإنجليزي أو بالعربي راح تحصل كلام كثير عن هذه النظرية. نشأة النظرية، نشأت في البداية في الاتحاد السوفيتي، عرفت باسم نظرية الحل الابتكاري للمشكلات. تنسب النظرية للعالم الروسي هنري تشار، ولد في روسيا. بداية العالم الروسي هذا جمعوا له 1.5 مليون اختراع، وجلس يدرس على هذه 1.5 مليون الاختراع يحاول يعرف المبادئ اللي طلعت من هذه الاختراعات. لقي كل هذه الاختراعات طلعت فقط من 40 مبدأ أو من 40 استراتيجية، اللي هي تريز، 40 استراتيجية في تريز أو 40 مبدأ في تريز. وقال إنه في الأخير وصل لقاعدة إنه إذا استخدمنا هذه 40، استخدمنا أي مبدأ من هذه 40 مبدأ أو كذا مبدأ من هذه 40 مبدأ راح نوصل إن شاء الله عز وجل لاختراع أو ابتكار أو إبداع، فكرة إبداعية. مثل 1.5 مليون الاختراع اللي جلس درس عليها. التطور التاريخي، مرحلة تريز التقليدية ومرحلة تريز المعاصرة، واحدة من عام 1946 والمرحلة الثانية من عام 1985. المبادئ الأربعين اللي أنشأها العالم الروسي كانت التجزئة والتقسيم، الاستخلاص والفصل، الاستفادة من الخاصية خلال التماثل، الدمج، تعدد الأفعال، الاحتواء، معادلة الوزن، إحداث فعل مضاد، إحداث فعل مبكر، أخذ الحيطة، تساوي طاقة الوضع، عكس الفعل، التكوير أو الانحناء، ذاتية التغيير والضبط، الفعل الجزئي أو الزائد، التوجه إلى بعد جديد أو ما يعرف بالبعد الثالث، التذبذب الميكانيكي، خاصية الذبذبة، الفعل الدوري، الفعل التكراري، استمرارية الفعل المفيد، تسريع الفعل الضار، تغيير الضار إلى نافع، استعمال التغذية الراجعة، استعمال مؤثر وسيط، الصيانة الذاتية، استعمال نسخة مشابهة، منتج رخيص قصير العمل بدل المكلف، استبدال النظام الميكانيكي، استعمال الأنظمة الحركية، الحواجز المرنة والرقيقة، استعمال المواد المسامية، تغيير اللون والشفافية، تجانس المواد المستخدمة، التخلص من الأجزاء المستهلكة، تغيير الحالة الفيزيائية أو الكيميائية للمادة، الاستفادة من تأثيرات التحولات، الاستفادة من خاصية التمدد، استعمال المؤكسدات القوية، استعمال بيئة خاملة، استعمال المواد المركبة. هذه 40 مبدأ. حنا في بداية الدورة ولما عرفنا الدورة قلنا ما راح نتطرق إلا إلى 20 مبدأ منتقى، راح نختار 20 مبدأ وراح نتطرق لها. لو نبغى نتطرق لل 40 مبدأ ممكن تطول معنا البرنامج التدريبي. إذا الله أحيانا وأمكننا كملنا ال 20 مبدأ الأخرى، لكن في هذا البرنامج الدوري، في هذا البرنامج التدريبي آسف، سوف نكتفي بال 20 مبدأ. ال 20 مبدأ ما راح أقول ال 20 مبدأ الأولى، لأن مين ال 20 مبدأ الأولى راح أتطرق لها، لكن 20 مبدأ مختارة من مبادئ تريز نبدأ فيها في الجزء القادم إن شاء الله عز وجل.